رح يرد الفلسطينيين على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعلى هيدا الكلام لا وجود لفلسطين أبداً إلا في مخيلة الحالمين. الطفل الفلسطيني جنى بتوجه رسالة لترامب عبر العين بالعين. الحملة على شجرة الميلاد بالمطار هدفها تطيير الشجرة أو تطيير الحوت. ليلى عبد اللطيف توقعت مقتل صالح، زعيم مغطى بالدماء يودع شعبه إلى الأبد. أرى الخطر يحوم فعليا حول الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. الأعمار بإيد الله والغيب لا يعلمه إلا الله. وهيك صار، الحوثيون يرسمون نهاية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.